اكيد عندهم الحق يتغشوا، نحن باش نموتوا بلغه الشارع معناتها متغشين برشا. كما قلت لك اليوم ضيعنا ونا راتي 45 مينوت الاولانيين، حاولنا ريكوبيرابل معناتها في ال 45 مينوت الثانيه، لعبنا بالجديد زي ميتون، جاونا اهداف ضيعناهم الحقيقه، وهذيك احكام الكوره كي تضيع تخسر على مود دو كونسونتاسيون. ان شاء الله الماتش الثاني ماتش يكون كما نقولوا نحن حياه وموت، ان شاء الله باش نجيبوا تو بوان تاعنا ونرجعوا الكونفونس ان شاء الله للعباد. يعني مش اصعب لقاء الحقيقه، تفاجئنا منافس يلعب برشا باسيت لونغ، اذا تربح معناتها البريمير بال لازمك دوزيام بال كل تربحهم، ما كانش ما عملت شيء. نصور على المستوى معناتها الشخصي حاولنا لو ماكسيموم انا ونصور والناس الكل معناتها ودافعنا، حاولنا ندافعوا لو ماكسيموم بالكدا. كهو ما عندي ما نقول، ان شاء الله الماتش الثاني هو اللي يكون حاسم لينا احنا ان شاء الله.